أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحصاد لأخبار القوات المسلحة خلال أسبوع. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتضامنا مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات، أعلنت القوات المسلحة إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية لجمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتضامنا مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق. حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية. وكان في استقبالها عدد من المسؤولين بجمهورية العراق، ومن جانبهم وجه الجانب العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين. باسم حكومة وشعب العراق نتقدم بالشكر والتقدير إلى حكومة وشعب مصر لإرسالها مساعدات ومعدات طبية دعما منها لمصابي جائحة كورونا. وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود والمساعي المصرية في مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واستمع وزير الدفاع إلى شرح لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذي تضمن شرحا لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها، كما استعرض كل من قائد الجيش الثاني والثالث الميدانيين مراحل سير العمليات في نطاق كل منهما وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه والشعب المصري لرجال القوات المسلحة بسيناء لما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مشيدا بالنتائج المحققة لأبطال الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وطلبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب بها، مؤكدا
أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيا، والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد وزير الدفاع في البرقية أن رجال القوات المسلحة يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنا عزيزا لكل المصريين، واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار. كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وألقى اللواء أركان حرب عماد الدين محمد مهدي شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعظيمة وعزيمة لاتئين في حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم. تفقد وزير الاتصالات عمرو طلعت مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع، ووجه الوزير الشكر للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للحفاظ على معدلات الأداء القياسية لمراحل تنفيذ المشروع. وتعد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية في مجال الاتصالات وكذلك تكنولوجيا المعلومات بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 والتحول الرقمي لكافة خدمات المجتمع. حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة على شهادة الاعتمادية الدولية الأيزو، وجاءت هذه الشهادة نتاج تأهيل الإدارة للحصول عليها من خلال عقد عدد من ورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة، فضلا عن إنشاء أدلة عمل الجودة لتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بإدارة التعليم والتدريب المهني واتخاذ النظام الألماني للجودة والذي يتوافق مع منظومة العمل داخل الإدارة، كما يعد من أقوى نظم الجودة العالمية. نظمت الأكاديمية الطبية للقوات المسلحة المؤتمر السنوي الثاني لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية بالإسكندرية. عقد المؤتمر بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الأجانب والعرب والمصريين، حيث تم بثه من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر بالتزامن مع عرض فعالياته من خلال شاشات مكتبة الإسكندرية. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار القوات المسلحة في حصادها لمدة أسبوع. شكرا لكم على حسن المتابعة.